السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وكلمتين في معلومة. أول كلمة قدامنا اسمها college يعني كلية. An institution where you can study after you leave school يعني المكان اللي بتدرس فيه بعد ما بتخلص مرحلة الدراسة. college تاني كلمة قدامنا colleague يعني زميل في العمل. A person that you work with in a job يعني الشخص اللي انت بتشتغل معاه في وظيفة معينة. colleague اما بالنسبة للمعلومة فهي بتقول it's impossible to touch your elbow with your tongue. It's impossible to touch your elbow with your tongue. أول حاجة it's impossible يعني مستحيل. ده التعبير ده بستخدمه لما أكون مش مصدق حاجة بتتقال قدامي. It is impossible. It's impossible. تاني حاجة حرف الجر to ممكن أقوله to كده لو لوحده. لو أنا بعمل link to touch وخد بالك من حرف التي في touch to touch. تالت حاجة elbow يعني كوع. آخر حاجة كلمة دي خد بالك منها جدا tongue يعني لسان. tongue ما بقولش الجي الصوت طالع من هنا. tongue يعني مستحيل تلمس كوعك بلسانك. لو استفدت من الفيديو اعمل لايك وشير واستنونا في الكلمتين والمعلومة اللي جايين.